أهلا بكم. في اليوم الأربعين انطلق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. يتحدث خبراء عسكريون عن احتمالية حرب طويلة الأمد هناك. وسائل إعلام أوكرانية أكدت انسحاب الجيش الروسي بشكل كامل من مدينتي كييف وتشيرنهيف وبدء عملية انسحاب جديدة من مدينة سومون. وصول مجموعات أخرى من المسلحين الشيشان إلى ماريوبل التي يسيطر عليها أجزاء منها الروس للمشاركة في العملية العسكرية في مدينة دونباس. في دونباس الجيش الروسي يعلن عن تدمير عربات للقوات الأوكرانية، كما أعلنت القوات الروسية تدمير مصفات نفط ومستودعات وقود في ميناء مدينة أوديسا بالصواريخ. والآن نترككم مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية.